ده اللي قاله الشناوي امبارح. ده اللي قاله الشناوي امبارح لما اتسأل بعد الماتش. احنا هدفنا ان احنا نسعد الجمهور ده. ما هو جمهور النادي الاهلي. وعلى فكره عايز اتكلم عليه عشان ما نبخسش حقه برضه يعني. الشناوي امبارح. لا محمد الشناوي. طبعا. لا محمد الشناوي ده من حراس المرمى اللي انا يعني ليا الحظ ان انا اللي جبته النادي. والله. وهو عارف محمد الشناوي وهو قالها يعني. محمد الشناوي كان في المواليد اللي انا ماسكها اللي كانت 88 وانا اللي كنت ماسك الفرقه واشتريناه من الحمول ساعتها وانا اللي كنت المدير الفني وجبت وصممت ان انا اجيبه لانه حارس مرمى كان متميز حتى وهو صغير يعني محمد الشناوي. أيوة. يمكن عدى بظروفه وخرج بره يمكن خروجه بره قواه اكتر وخلاه راجع افضل حارس في مصر دلوقتي هو حارس مصر بقاله 6 سنين الحرس الاول لمصر يعني فمحمد الشناوي حتى كمان اكتسب يعني اكتسب الخبرات بتاعه الكباتن الفرقه. أيوة. يعني حتى كلامه انا بحس بيه كويس يعني بس هي المشكله اللي ورا خالص لا انت بتتكلم كقائد جوه الملعب يعني انا يعني 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 اتمنى انه يبقى بفكر اللعيبه كلها تبقى بفكر محمد الشناوي هدوءه في الوقت الحالي وروح احمد فتحي. ده حقيقة. احمد فتحي روحه عاليه قوي ولعيب من اللعيبه اللي انا عايز اقول لك عليها طول الوقت ضمنه ان هو روحه عاليه قوي وادى اداء مميز امبارح في المباراه وكان جيد وروحه عاليه وانا سعدت جدا بصوره شفتها هو حاضن الشناوي. هي دي هو ده نتكلم فوق دلوقتي. لا هو ده النادي الاهلي يعني اللي هو طول الوقت انت حاسس انه 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 المباراه دي اخر حاجه عندك يعني وده الاحساس اللي احنا بنحسه ان المباراه وان واي خلاص انت لازم تروح للمكسب وكنا بنعلم الولاد على كده وحتى احنا اتعلمنا كده وهي رساله بتتوصل من واحد لواحد ممكن يكون في شويه خروج عن الروح دي لكن بترجع بسرعه احنا عندنا المنظومه ترضى للحاجات اللي ما بتبقاش وانا متاكد.